السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده موضوع الحلقه بتاعتنا الخدديات. طبعا انا حبيت اجيب لكم عينه كده عشان تشوفوها. الخدديات الجاهزه، الخدديات الجاهزه دي بتتباع يعني في سنتر شاهين، غاليه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. كل اللي حاطينه فيها مخده ملهاش لازمه. طبعا جبت برضو الوسط اللي هي دي ب25 جنيه، النوع الوسط. طبعا دي ب25 جنيه، ولا فيها خدادية ولا فيها اي حاجة، رغم ان سنتر شاهين بيبيعها فوق ال250، مش عارفة في ايه. وفي حاجات بمية جنيه، وفي حاجات ب130، يعني مش عارفة بصراحة يعني في ايه بالظبط. انا روحت طبعا السوق، لقيت القماشة دي بكام يا ست؟ قالت لي هاتي اسهالك وقولي. قالت لي هاتي 50 جنيه. روحت مديها 50 جنيه، ما اتكلمتش بصراحه. لقيت على رجليها ولاد صغننين، قلت بقى كفايه عليها الستات الشاطرين اللي بيفاصلوا كده. المهم قلت طبعا ده دي فيها حوالي، بصوا يعني دي، قالت لي هي قالت مترين الا مش عارفه، حاجات بسيطه مش مشكله. فيها كام بقى العرض بتاعها؟ فيه 3 خداديات، ده العرض. في طول كام؟ في طول 3 خداديات، يعني فيها يعتبر 9 خداديات. 9 خداديات عاملة 50 جنيه، تمام كده. طيب احنا الخدادية فيها ايه؟ بصوا كمان الظهر مش منها، مش مثلا زيها او الظهر مثلا، لا ده بصوا كمان التقفيل بتاعها، بصوا ولا اوفر ولا اي حاجة. ومجرد ما انت تستعمليها بعد كده هتترمي وما تبقاش ليها اي قيمة. بصوا حتى عاملينها التقفيل. احنا عايزين بقى نعمل الخدادية دي بطريقة سلسة ومن اعادة التدوير اللي عندنا. اعادة التدوير ازاي؟ هقول لكم بقى. طبعا كلنا عندنا طرح من اللي بتمط، الطرح اللي هي الليكرا، الطرح اللي الشفاء، يعني في حاجات طرح عندنا ملهاش لازمة. فاحنا قلنا هنعمل الخداديات اللي هي الرمضانية. بس انا عايزة اعمل حاجة كمان، يعني انا مثلا هحتاج اخد مثلا بتاع الاسوس ده مثلا. طبعا ده اللون المسيطر فيه اللون الايه؟ الازرق. فانا هعمل الظهر بتاع الخدادية دي لونه ايه؟ لونه ازرق، علشان تبقى فيه تناسق. وممكن اعمل الوش بشكل والظهر بشكل تاني، يعني ممكن اخد مثلا بتاع الاسوس ده مع كلمة رمضان كريم واعملها دي كده كخدادية. بس ممكن احط ظهر مختلف واخليهم 2. فالفكرة ان احنا هنشوف ونعمل مع بعض. فهنقول ايه؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، ونشوف هنعمل ايه. يعني مثلا دي الايه؟ الفنانيس دي هنشتغل عليهم دلوقتي، وهنشوف اللون المسيطر معانا ايه. وهنجيب الطرح اللي احنا ما بنلبسهاش اهو، بصوا هنقص كده اهو، بسم الله. وناخد اول خدادية معانا اللي هي دي. انا عملت طبعا خداديات تانية وحطاهم على كنبة الانتريه، وباذن الله هصور لكم بقى دول معاهم ويبقوا عاملين دويتو كده مع بعض. طيب الخدادية اهي، تمام كده. انا طبعا هشيل الجزء اللي ايه اللي معانا ده عشان ما يبقاش بقى في ابناء الفيوم. ماشي. طيب الخدادية معانا اهي. ممكن كمان الخدادية بصوا بالمنظر ده تظهر لك على انها تابلو. ممكن تجيبي كرتونة وتعمليها عليها ويبقى فيها كلمة رمضان كريم وتعلقيها على باب الشقة. هنعمل بقى التابلوهات ونختار الحاجات اللي هتتعمل بقى التابلوهات ونعملها مع بعض. بس احنا هنفصل الايه؟ الخداديات بتاعتنا عشان نشوف الشغل اللي احنا هنشتغل فيه. يعني انا فصلت واحدة وادي التانية اهو. ماشي. طيب احنا دلوقتي برضو هنشيل الجزء اللي ايه اللي هنا ده عشان نقدر
نتحكم في القياس بتاع الايه الخدادات. الفكرة بقى اللي انا عايزة اقول لكم عليها ايه بقى، ان انا مثلا دلوقتي دي كلمة ايه رمضان اهي كده، رمضان كريم ماشي. ممكن كلمة رمضان كريم دي احطها على نتيجة واعملها تابلو، وممكن اعمل الايه دي اللي تبقى تابلو. بصوا احنا هنختار الحاجة اللي احنا هنفكر فيها، بس في حاجة انا دلوقتي بفكر فيها، انا بفكر في اللون اللي معايا اللي انا هشتغل عليه. دي مثلا هيليق عليها اللون الايه النبيتي، طرحة عندك بقى قديمة هتقدري تستغلي وتخلي القطعة تتكلم عن نفسها. طب ازاي؟ ازاي هقول لكم دلوقتي. انا دلوقتي هقيس الايه الخدادية بتاعتنا معانا اهي، هقيس نفس الطول بتاعنا خلاص كده، ده الطول بتاع الايه الخدادية، وهقيس زيه بالظبط كده اهو، وابدأ اقص الايه الخدادية معانا تمام. تمام ماشي. طبعا هي قطعة واحدة، هي دي اللي انا عايزاها، هي قطعة واحدة. انا دلوقتي عايزاها تبقى، ممكن اخلي القطعة دي اقسمها وتبقى اتنين. يعني انا مثلا دلوقتي هخلي النص اهو، شايفين ده النص. انا مبسوطة قوي من تعليقات الاخوات الجمال، بجد حسيت ان ليا اخوات جمال جدا وبيشجعوني وبيقولوا لي اسلوبك في الشرح سهل جدا، انا مبسوطة جدا بيكم، ربنا يبارك لكم وكل سنة وانتم طيبين ماشي. انا دلوقتي عايزة الايه الجزء ده، يعني حاسة ان الخدادية هتبقى كبيرة قوي على الايه الخداديات اللي عندي، فانا هحاول ان انا اقسم القطعة دي على ثلاثة تمام كده عشان ما تبقاش كبيرة. والقماشة دي اصلا في الاصل بتمط، فلما القماشة بتمط انا هقدر ايه ان انا انها تمط معايا توسع معايا. يعني انا بدل ما خليها تقضي خداديتين هقسم على الثلاثة وخليها تقضي ثلاث خداديات. هنشوف كده ازاي وهقول لكم على الفكرة ونعملها مع بعض، ونعمل الخدادية اللي تكون شاملة الجزئين مع بعض اللي هو وش ووش كمان، يعني فاهميني اهو. انا دلوقتي هقسمها على الثلاثة كده اهو، هبدأ اقص القماشة بتاعتي اهو، دي كده قطعة ودي الاتنين التانيين تمام كده. كنت عايزة اقص معاكم على السفرة اهو تمام. خلاص القطعة دي هنخليها مع الجزء التاني. هعمل ايه بقى انا؟ دي الخدادية بتاعتنا اهو، هبدأ احط الايه الطرف ده، طبعا الوش على الوش ماشي، الطرف ده على ده كده. طبعا هي لما يعني انا عايزاها تيجي معايا كده، يعني بصوا هشيل طبعا كل الاطراف الزيادة دي في الخياطة، انا عايزاها تيجي معايا كده بحيث ان هي تقفل من هنا شوية ومن هنا شوية اهو، بحيث ان ايه ان تبقى على قد الخدادية. عايزة تكبري ماشي، عايزة تصغري ماشي، اللي انت عايزاه. بس انا بالنسبة لي انا عندي الاتنين الجاهزين دول يعني لاقيهم كبار قوي على الخداديات اللي عندي تمام كده. وفي برضو عندي كبار ممكن اشغل منهم حاجة تانية، اللون الازرق متوفر اكتر اهو، بصوا اللون الازرق فيه منه كتير قوي اهو، ممكن نعمل منه تابلوهات وممكن نعمل منه حاجات كتير وافكار كتير قوي، بس انا حبيت اوريها لكم قبل ما اقصها. فطبعا عندي بقى بصوا الحتة دي يمكن هي فيها جفوهات، الجفو اللي فيها ان انا عايزة ايه اظبطها، فانا هظبطها وارجع لكم. هنا طبعا انا ظبطت الخداديات، وقصدي اقول لكم على الفكرة اللي هي ايه. طبعا انتوا عرفتوا ان احنا هنعمل من الايه في دي الظهر من الايه من الطرح القديمة اللي عندنا. بالنسبة بقى للخداديات اللي هي اللي انا عايزة اعملها، يعني مثلا دي تابلو ودي تابلو تاني خالص تمام كده. انا دلوقتي لو تنيت التابلوهين مع بعض كده اهي، هنعمل برضو الفكرة دي والفكرة دي، ورحت قافلة
الايه الخدادية طبعا زي ما انتوا شايفين كده، وعملت لها سوسته من هنا، يبقى كده الخدادية ممكن احطها شوية من الناحية دي وشوية من الناحية دي، يعني حسب ما انت عايزة. الفكرة بتاعتك اللي انت عايزة تخلي الخدادية من هنا او من هنا زي ما انت عايزة، وممكن تخليها بقى، بس هو ايه ده التوفير بقى. بصوا دي كمان اهي، بصوا ناحية بكار اهي، ناحية بكار وناحية رمضان كريم، ونقلب الناحية التانية بصوا رمضان كريم بس. فاهميني الفكرة بقى؟ ان انت ممكن تعملي دي لوحدها ودي لوحدها لو انت عندك المكان كبير زي عندي كده، وتضطري ان انت ايه تقسمي. بس الفكرة بقى اللي انا عايزة اقول لكم عليها لاستغلال دلوقتي، زي ما انتم شايفين كده خلاص حطينا الطرحة بتاعتنا. طبعا احنا عملنا خدادية من القماش من الطرحة النبيتي، وهنعمل خدادية من الطرحة التانية، ان انا هقفل بقى الجناب وهخلي دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده بنبدأ نخيط الايه الحرف ده على الحرف ده، يعني هبدأ اعمل الايه الجنبين بس من غير ما ثبتهم من فوق. ليه بقى؟ لان انا عايزة اخد المقاس اللي انا عايزاه. طبعا بسم بالرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ بقى نشوف الايه القطعة بتاعتنا. طبعا كنت عايزة اوريكم برضو حاجة انا جايباها عشان اعملها زينة للجنب، بحيث ان انت حتى لو ما عملتيش اوفر في الخدادية، انا هوريكم الخدادية الجاهزة لما هعملها هتحسوا ان هي اختلفت خالص وبقت حلوة جدا، غير الفكرة اللي هم عاملينها بيها. بصوا كده طبعا القماش ده بيلف معايا على اساس ان هو ايه بيمط يعني، ماشي. طبعا اهي بصوا تحسوا ان هي فعلا لايقه عليها فعلا، تمام كده. ونبدا برضو نشوف الناحيه الثانيه، ناخد القطعه الثانيه الناحيه الثانيه. طبعا هعمل بقيه الخداديات، انا جايبه حتى خداديات من القماش العادي، بس عايزه اوريكم الفكره اللي انا عايزاها. لو انت عندك خداديات مقاس صغير هتعملي فيها ايه، او مقاس كبير برضو هتعملي ايه. انت بتمشي عادي على المقاس اللي عندك، بصوا بمشي على المقاس اللي عندي، مفيش اي حاجه اهو. النقطة بقى اللي احنا عايزين اقول لكم عليها، ان انا بخيط في الجنب بس اهو. طبعا خيطت في الجنبين اهو كده، الخدادية معانا ما شاء الله كبرت قوي، تمام كده. طيب انا عايزة اصغرها شوية، هصغرها بايه؟ ان انا هضم دي على دي، تمام كده. ولما هضم دي على دي طبعا هقلبها على ظهرها عشان ايه تبقى واضحه معايا قوي اهو، وتبان معاكم كمان. بصوا هضم دي على دي طبعا كده، ماشي، وهضم دي عليها طبعا كده، حتى لو ده كلفني ان انا اخد من جنب الخدادية. بصوا خدت الجنب، يعني المفروض دي خياطة الجنب، لا هخلي دي هي اللي خياطة الجنب، وهجيب دي على دي، شايفين كده، هجيب دي على دي عشان اقدر اقفل الخدادية بتاعتي، واخلي خط الجنب هو الايه الجنب هو جه في جسم الخدادية نفسه. بصوا هنعمل ازاي اهو، هبدأ بقى ان انا اخيط دي على دي زي ما انتوا شايفين كده اهو، وحط طبعا الحرف ده على الحرف ده اهو، وابص طبعا على الايه على القماش صح، عشان القماش اللي معايا كده. انا خيطت كده الخدادية زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا كده انا خدت الايه الشكل زي ما انتوا شايفين اهو، تمام كده. وابدأ برضو اعمل نفس الحركة فوق، نفس الحركة اللي احنا عملناها هعملها من فوق اهو، وهجيب يبقى فين اللي جاية من تحت اهي، دي اللي جاية من تحت ودي اللي جاية عليها من فوق اهو بالظبط كده اهو،
تمام كده، وابدا احط برضو الايه القماش بتاعنا على المكنه عشان اظبطه ونبقى عملنا الخدديه الاولى مع بعض. بصوا القماشه دي اللي ايه اللي تحت اهو، احط دي على دي وابدا اسحب اهو اهو تمام كده. احنا كده خلصنا الخدديه تماما. طيب خلصناها تماما، طب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل ايه؟ هفتح بقى الخدديه بتاعتي. انا كده المفروض انا ما عملتهاش اوفر، وانا عندي مكانه الاوفر، بس لو انت ما عندكيش اوفر هتعملي ايه؟ اهي المخده بتاعتنا اهي، بصوا بقت تمام كده، دي المخده بتاعتنا، صغرتها على قد ما انا عايزه، وطبعا هقفل وهدخل زي ما انا عايزه. طبعا بنعدل الايه الحتت الجناب دي. هتحسي ان هي اتعدلت امتى بقى؟ انا جايبه الجبير ده بيتباع في العتبه تمام كده. طبعا انا لسه ما فتحتوش خالص، هبدا افتحه معاكوا اهو اهو. ماشي، وابدا اخد بقى الحرف بتاعه، هما رابطينه 100 عقدة. بصوا اي حرف يا جماعه يجي، اي حرف، عايزه حرف. لا مفيش، بصوا لسه في عقده تاني اهي اهو. خلاص كده فتحنا الشلة من كل الجهات عشان نلاقي حرف، ما بيجيش اهو، الحمد لله لقينا حرف اهو تمام كده. لا بس انا هعوز الحرف التاني عشان ده كده هيشتغل، هخيط من على الظهر اهو. عيلة يا عم عيلة، بتروح فين بس؟ برضو مفيش فايدة. خلاص انا هقطع قطعة وهاخد الحرف اللي ايه اللي هيجي معايا. صح، غريبة اني قطعت حتة صغننة وانا بدور اصلا على الحرف. بصوا اهو، هبدأ بقى اشوف الحرف ده اهو وافتحه كده، وابدا احط كده القماشه بتاعتي تمام كده، واحط فرع الايه البونبون ده اهو معايا، فرع البونبون ده حاول ان انا ايه انزل بقطعه كده وامشي بيها على الحرف، واظبط طبعا من هنا عشان الحرف ما يبقاش ممطوط معايا. حاول يخرج من المكنة، بس انا معايا اهو. بصوا طبعا ما بنشدش عشان البتاع ده عامل زي الاستيك، ولو شدتيه بيتمط بعد كده بيكشكش اهو زي فكرة الاستيك. طبعا اهو احنا بنعمل الايه الشريط البونبون مع بعض اهو، شايفين بصوا شكل الخدديه اختلف خالص خالص اهو. ونبدا نعمل الفكره اللي ايه الثانيه الجنب الثاني اهو. بصوا تعملي بقى الايه الخدديات بتاعتك على رمضان، تحسي بقى برمضان وانت عندك كل حاجه مكتوب عليها رمضان كريم، ويبقى استعديتي وعملتي افكار جديده لرمضان تمام كده اهو. احاول ان انا ايه امشي مع الحرف اهو زي ما انتم شايفين، انا ما فصلتش الكاميرا خالص اهو عشان تشوفوا الحرف بتاعنا بنعمله ازاي. شايفين اهو انا عاجبني، بس في بصوا بيمط ازاي، بتطول معاكي بتصغر،
زي ما انت عايزة هتعمليها هتعمليها، تمام كده اهو. وبنلف مع القماشة بتاعتنا اهو، وطبعا بنعمل ايه الجنب الرابع، بس الحتة دي مفوتة معايا، هعملها تاني، هرجع لها تاني اهو. اهم من الشغل انتوا عارفين ظبط الشغل اهو. طبعا رجعت لها تاني عشان احنا مش بنعمل بقى شغل سوقي، لا احنا بنعمل حاجه لبيتنا ولحياتنا اهو، شايفين. وابدا ايه اسلك لها الايه الفرع البونبون بتاعنا، وهوريكم برضو الجاهزه لما اعمل لها الايه البونبون ده، هتبقى ايه هتحسوا ان هي خلاص يعني اتأقلمت على ان هي بيتي. اهو ولو حد عجبك جاهزة وعايز يجيبها مفيش مشكلة، ويقدر يعمل لها الفرع الايه البونبون اللي احنا حطيناه ده اهو، شايفين. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، بصوا من ورا اهي، من ورا جميلة جدا جدا، وهتمط معانا زي ما احنا عايزين. بصوا شكلها حلو ازاي اهي، وادي الناحية التانية، شايفين الشكل بقى حلو قوي. وهوريكم طبعا الجاهزة، وفي التانية اللي احنا بصوا دي اول واحدة عملناها هخليها لكم هنا اهي. بصوا تاني واحدة اللي احنا قصيناها عايزة برضو اعملها معاكم واوريكم، لو انتي عايزة تظبطيها برضو اكتر اهو، حتى لو من قماشة الطرحة ما عندناش حاجة تقول مش نافعة، كل حاجة بتنفع معي ماشي اهو. طبعا بكار هنا واقف اهو، خياطها من ناحية كده اهو اهو، هتروحي برضو مع الخط التاني. انا عايزه اوريكم بس نعمل ايه كشكل تاني، افتح شايفين اهو، وبتاخدي برضو مع الخط ده اهو، شايفين اهو. وطبعا الايه القطعه من فوق ومن تحت سايبه اهو. وابدا بقى اقفل الخدجيات بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طيب هنعمل ايه بقى هنا زي ما عملنا في المرة الاولى، بس انا هنا بقى ايه هسحب كده اكتر، ممكن اخلي الجزء ده مثلا كده اهو، شايفين معانا. المهم ان ايه بكار ما يجيش جنبه، يعني خدي بالك برضو من ايه من الرسمة ومن الصورة اهو. انا دخلت جزء منها اهو كده عشان هي كبيرة، تمام كده. طيب هعمل ايه تاني؟ طيب معايا جزء التاني اهو، هدخل برضو منه حتة فيها، حتى لو طبقوا على بعض مش مشكلة، يعني هي كده كده هتتفتح برضو. بصوا اهو هحاول ان انا اطبقها على بعض عشان الخدجيات اللي ايه اللي عندك صغيرة فانتي حاولي تلميها شوية، تمام كده. انا لميتها طبعا كتير اهو، بصوا قفلوا على بعض خالص، تمام كده. هبدأ برضو اشوف الناحية التانية دي اهي، هاخد نفس المساحة اللي خدتها تحت هاخدها فوق، وابدأ اهو اقفل الجزء بتاعنا، تمام كده اهو قفلته. طبعا دي تحت ودي عليها اهو، هبدأ برضو اشوف الجزء اللي انا مشيت عليه اهو، دي على دي، وابدا اضبط القماشه بتاعتي
عشان تيجي مظبوطه اهو. بصوا صغري كبري الخدادية، حتى لو عملتيها اكبر من كده مفيش مشكله. تمام كده اهو، ونبدا بقى ايه نظبط الشغل بتاعنا كده. الخدادية خلصت، بصوا في منتهى السهوله ازاي، ما خدتش معانا اي وقت. بصوا هبدا بقى ايه افتح اهو عشان افتحها وتبقى معانا خدادية صح، ولا حطينا سوسته ولا ركبنا سوسته ولا اي حاجه، ده هي كل الحكايه اعاده تدوير الطرح اللي عندنا القديمه. تمام كده شغلناها وعملنا منها افكار جديده اهو. بصوا فكره اهي، شايفين؟ وادي شكل الايه الخداديه التانيه بتاعتنا اهو اهو. وابدا بقى اجيب الايه الحبل بتاعنا اهو. تمام كده، وابدا اشغله على الخداديه. خيط من غيرها اهو اهو. طبعا ببص عشان بصوا الحتت اللي هي بتبقى متداخله من جوه دي بطلعها اهي، وما اقدرش اشد برضو الايه الايطان بتاعنا ده. الخداديه بتمشي عشان زي ما انتم عارفين وقلت لكم ان هو زي الاستك كده، فما ينفعش اشد له. وعندي على فكره الملون منه برضو، شريط البونبون ده اهو، عندي الابيض وعندي اللي هو كل حته لون كده. ممكن برضو ده نعمله في حاجه تكون سادة اهو. تمام كده، بصوا انت تقدري تصممي وتشكلي، حتى لو جبتي هوريكي برضو لو حبيتي تعملي الخداديات الجاهزه مش هتقول لا، يعني تعملي لها الشريط ده. بصوا اهو، ونبدا بقى ايه نشد على المكنه الايه الشريط بتاعنا اهو. اسهل طريقة، ولا تشوفي في سنتر شاهين بمية وعشرة بمية وعشرين ولا اي حاجة، ده هي كل الحكاية انت هتدفعي حق القماش. وممكن حتى نوريكم عاملة بالقماش اللي هو القماش الخيامية العادي، عاملة خداديات جميلة جدا جدا، وجايبة قماش برضو عشان ازود تاني اهو. وان شاء الله بعد ما افرش الشقة هوريها لكم، هتشوفوها هتعجبكم جدا. بحب اعمل تغييرات كل اسبوع، مش كل شهر ولا في شهر رمضان بس، لا انا عامله كذا طقم وكذا غيار اهو. حاولت ان انا ما اجيش جنب بكار اهو، وفعلا بكار جاي سليم اهو، سليم معافي اهو. بصوا مش قادرة والله، مش قادرة اضحك برضو عشان انا تعبانة، بس حسيت ان انا محتاجاكو، حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو دوت عشان افيدكو قدر المستطاع يعني. وده القماش اللي اسمه 3D، يعني مش اي قماش، لا ده احنا جايبين احلى قماش كمان. طبعا القماش دوت مهما غسلتيه لونه ما بيروحش ابدا لانه 3D. بصوا اهو، ده لو حد سأل يا جماعة ده من سوق المطرية، في ناس بتبيع القماش دوت في ديفوهات بسيطة كده اهو اهو. بصوا بقى الخدادية بقت جميلة ازاي، شايفين؟ شايفين بكر؟ شايفين بكر بقى واقف جميل ازاي؟ تحسوا ان هي، وبصوا اللون بتاعها، بصوا اللون بتاعها من ورا، اللون جميل جدا اهو، وبيمط. بصوا لو عايزة الخدادية تكبر بيمط معانا اهو، شايفين اهو. وطبعا هجيب لكم برضو الجاهزة واوريها لكم.
بصوا بقى هنا بنعمل الخدادية بقى على كبرها، يعني انا مش هصغر فيها حاجه، هي على حجمها اللي هي جايه عليه. بس انا كل ما هناك ان انا بس ايه هخلي الحرف ده يجي على حرف، حاجات بسيطه كده بس، مش هايه اصغر فيها اي حاجه. ماشيه معاها زي ما هي ماشيه، تمام كده اهو. انا عايزه اوريكم بس لما بنحب نصغرها ولما بنكبرها. احنا كده ماشيين على الاحراف بتاعة الخدادية. بس طبعا الحرف ده هو اللي تحت، هحطه تحت اهو، وده بيجي عليه فوق اهو، وافضل برضو ايه مظبطة عشان اهو تبقى ماشية زي ايه زي ما هي عايزة، تمام كده اهو. بمشي معاها بس كده خلاص. انا قفلت كده الخدادية بتاعتي نمرة تلاتة اهو، تمام كده قفلتها زي ما انتوا شايفين، وابدأ بقى ايه اعدلها. لو انتي ما عندكيش الفرع البونبون ده بقى تعملي ايه؟ هقولك برضو عشان تبقي عندك فكرة، ممكن تخيطيها كده على المكنة عادي او على ايدك اهو. بصوا نفس الايه الفكرة، هتخيطي هنا كأنك بتحطي فرع بونبون برضو، بس ده مش هتحطي، يعني هي نفس الفكرة اهو. هتبدأي ايه اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هوريها لكم وبعدين ابقى احط الفرع بتاعها اهو. بصوا هبدأ ايه اخلي القماش بس هو اللي باين، الجزء اللي انا حطاه تحت ما مش ببين. ماشي اهو كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا شكلها بقت برضو جميلة جدا عادي، يعني الفرع مش مقصر قوي. بصوا هي كلها بس ايه يعني لمسات تغييرية، يعني بدخله جوه، شايفين الفكره اهي، سهله وبسيطه قوي قدامكم اهي. وابدا برضو الف الناحيه الثانيه، دي الناحيه الثالثه بقى اهو، تمام كده. وبرضو اجي كده اخد، بصوا زي ما انتم شايفين اهو كده، وانا حطيت بقى ايطان ولا بونبون ولا اي حاجه، خدادية سايبه خالص. ووريكم الايه الحرف لما بروشته برضو من غير اي بونبون شايفين اهو. برضو ايه احط هنا عشان الابرة ما تقطعش اهو. بصوا شكلها جميل ورقيقي ازاي، شايفين اهي رمضان كريم اهي بالخدادية من غير اي ديكورات. وطبعا معانا الايه الجاهزة اهي، بس الحرف بتاعها بصوا مطلع كده، وبعدين السوستة كده مقصوصة، يعني هتقدر تخرج في اي لحظة، يعني السوسته دي لو مشيت للاخر كده يبقى خلاص باظت، واحنا كده مش هنعرف نشغلها تاني. طب نعمل ايه اهو، ببدا ان انا اخيط كده اهو، وارجع تاني ليها كده عشان ما تخرجش معانا، لان دي سوسته بيجيبوها بالايه بالمتر. وابدا بقى اخد بقى الفرع بتاعنا اللي هو بتاع البونبون ده اهو، اجيب اوله اهو، اخد اوله، دي الخدادية الجاهزة تمام كده اهو اهو. وابدأ بقى اخيط كده بعد ما ثبتت الايه السوستة بتاعتنا اهو، ثبتها اهو،
ونبدأ بقى ايه نخيط كده عشان الحرف بتاعنا ده ما يسرطش وايه يطلع القماش كله كايه كخيوط. اهو بصوا اهو ابدأ برضو افكك له كده اهو اهو طبعا دي الخدادية التالتة واحنا عاملين بره برضو كذا واحدة اهو بصوا بقى هنمشي بيها ازاي اهي بس كان هدفنا ان احنا ايه نصلح الجاهزة اللي هي معمولة نظام شغل سوقي ومشرشبة من جوه وبايظة حتى لو ما عندكيش مكنة اوفر تقدري تعملي فيها البرواز ده البرواز ده هيخليها ما ايه ما تسقطش وممكن تعملي الفكره دي قبل رمضان تعمليها يعني انا جبتها بدري شويه عشان تقدري تعمليها مشروع اهي شبكه انا عايزه اوريكم شكل الخداديات بقت جميله جدا اهي وبين شكل الفنانيس اهو بصوا الفنانيس دي جميله قوي بصوا شكل الخدادية اختلف خالص خالص اهو عايزة اديها كسرة عشان ما تتوحش معينا ويبقى شكلها حلو قوي اهو الفرق بتاعها هتتعمل من التلات جنيه شايفين اهي عشان الجنب الرابع ده جنب الايه السوسته اهو اهو بصوا خلاص كده خلصناها وابدا اقص بقى واوريها لكم بقى كده بصوا الجاهزه اهي اتعملت و وتعملنا لها الايه الفرع البونبون بتاعنا ودول اللي احنا عملناهم اهو بصوا ده طبعا هنا دي سمير غانم وبكار ورمضان كريم وهنا دي برضو رمضان كريم بصوا بقى المقاس اهو دي على راحتها دي بقى صغرتها شويه اهي شايفين الخدادات وجمالها ودي طبعا برضو رمضان كريم ومعانا بكار بصوا بقى عملنا كام خدادية مع بعض طلعي وهاتي وانتجي وبيعي لو تعرفي تبيعي انا بعرفش امسك فلوس وبكده اقدر اقول لكم عملت الخداديات وهوريها لكم بقى بشكل ايه عملي وهي موجودة على اللبسة يعني في الخدادية بتاعتها بصوا برضو الجاهزة دي بصوا الشغل الجاهز مشدود ووحش ازاي بس انا بحاول اثبته وطبعا عاملين السوسته من فوق يعني لو فتحتيها او قفلتيها خلاص مش هتنفع تاني بصوا بقى انا هوريكم كمان لما لبست الخداديات بقى شكلها جميل جدا بقى شكلها تحفه بس هعمل معاكم بقى دي كمان عشان تشوفوا برضو الايه الشكل النهائي بتاعهم وشكل البونبون ده شكله جميل قوي قوي لما تحط على الانتريه طبعا شغل الجاهز بيجيبوا يعني ولاد صغننين هما اللي بيقفلوا بس هو بيبقى مقصوص مظبوط لكن التقفيل ما بيبقاش مظبوط ابدا بصوا طبعا الجاهزه بنعملها ايه 3 جنيه بس على اساس الجنب الرابع سوسته ما ينفعش ايه اعمل فيه السوسته زي ما انتوا شايفين كده اهو
عشان اروح بقى اوريكم شكل الخدوديات على الايه، على الكنب. شكلهم حلو جدا جدا فوق ما تتخيل. بصوا بصوا شكل المأذنة والفوانيس بقى اللي متعلقة في الزينة اهو. نطفي المكنة بقى وبصوا الشكل حلو ازاي، والبلالين خليتها حلوة ازاي اهو. فرع البالون ده حلو قوي. هروح بقى دلوقتي معاكو عشان تشوفوها وهي لابسة بقى الكسوة بتاعتها. انا بقى كده اقدر اقول لكم بصوا بقى المنظر، بصوا الخداديات اللي احنا عملناها اهي. رمضان كريم اهي، وطبعا دي الجاهزة، ودي كمان، ودي اللي احنا عملناها. بصوا صغرنا وكبرنا حسب الخداديات اللي عندنا، شايفين هي الرسمة مرسوم عليها متبروزة على انها على مقاس الخدادية. طبعا بصوا اهي، بصوا شكل البونبون فيها شكله جميل ازاي اهو. بصوا الشكل النهائي حلو قوي قوي. وهنا دي سلات الزبالة اللي انا كنت عاملاها السنة اللي فاتت، عملتها معاكو قدامكو. ودي الخداديات بتاعت السنة اللي فاتت، اسماعيل ياسين اهو. ودي الشغل الخيامية اللي كنت عاملاه برضو معاكو السنة اللي فاتت. وطبعا دي اهي كده الشكل بتاع ايه، هنا الشكل بتاع الحاجات بتاعت السنة اللي فاتت. بس برضو بحاول ان انا اديهم بصوا الجبير بتاع السنة اللي فاتت القديم ده بقى البونبون الحديث. وفي برضو نوعية تانية انا جبتها، مش عارفة وريتها لكم ولا لأ، بس ايه في نوعية تانية اخف شوية من بتاعت ايه السنة اللي فاتت دي. وطبعا دي انتوا عارفينها الخداديات الفيونكة ديت، عايزة برضو اعمل لها كسوة تانية تختلف برضو. شايفين شايفين بقى شكل دي برضو حلوة قوي، مكتوب فيها اهي رمضان كريم. بصوا لونها حلوة قوي، والجبير بتاعها اهو شكلها جميل قوي، ولايقة طبعا مع الخداديات اهو. شايفين برضو دي حلوة قوي قوي مع بكار، ودي كمان اهو. تحسوا كده ان الشكل العام اثبت ان ايه في رمضان. طبعا لسه بقى هنعمل مع بعض التابلوهات والحاجات دي. وفاكرين الكسوة دي اللي انا كنت عاملاها معاكم، وشايفين بصوا كل الحاجات عندي، شايفين الاسترس ده بحبه قوي، بركبه في كل حاجة، حتى الاشغال اليدوية بدخله فيها، انا بجيب بالبكرة الكاملة. وبكده بقى اقدر اقول لكم ان احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، ونعمل بقيه بقى القماش، نعمله تابلوهات، لان كده بصوا يعني بقى فيه كتير قوي. وعلى فكره لما اطلع برضو بقيه شغل السنه اللي فاتت ممكن الاقي تاني، بس انا شايفه ان انا ايه بدول اكتفي. وهنعمل بعد كده بقى الايه القماش اللي فايد منهم اللي هو التابلوهات الرمضانيه. ممكن تعمليها على كرتونه، ممكن تعمليها على كرتونه النتيجه، كرتونة شيبسي، اي حاجة. المهم ان احنا نعمل اعادة تدوير وتدبيرات في بيتنا. اتمنى شغلي يعجبكم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.